السلام عليكم. احتفاء شعبي ورسمي غير مسبوق بثورة 26 من سبتمبر العظيم. احتفى اليمنيون بالجمهورية وبثورتهم، وقد باتوا أكثر يقيناً وإيماناً بجلال هذه الثورة. في معظم المحافظات المحررة هزجت الأناشيد والهتافات، وأوقدت شعلة 26 ابتهاجاً وحباً وتصديقاً بها. لكن ماذا بعد؟ هل انفرط عقد الكرنفال على خلافات بين مختلف الأحزاب، وأفضى سبتمبر الذي لم يكد ينطفئ وهج الاحتفاء به إلى جدل عقيم بين المكونات الحزبية وبين أعضاء الأحزاب ذاتها وتخوين الآخرين؟ ما هو سبتمبر إذن إن لم يكن مشروعاً وطنياً جامعاً؟ وكيف تحول هذا الاصطفاف الوطني البهيج إلى مناكفات سياسية؟ أين هو موقف الشباب الوطني من هذا الجدل العقيم؟ وما هو مشروع فبراير؟ ولماذا لم يقدم صورة بديلة وخطابا وطنيا؟ ألم تتعظ القوى السياسية من تجربة الشتات والخلافات التي حدثت قبيل الانقلاب؟ وهل يمكن الآن الاستفادة من الدروس السابقة واتخاذ موقف وطني حقيقي والانضمام لمشروع وطني واحد اسمه اليمن؟ مشاهدينا الكرام، نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة في حلقة اليوم من المساء اليمني مع ضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك وللشعب اليمني العظيم في هذه المناسبة العظيمة. أهلا بك أستاذ نبيل. قبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. سبتمبر في قلوب اليمنيين، هذا ما أكده الوهج السبتمبري منذ الأيام الأولى لشهر الثورة. احتفاء شعبي واسع الطيف واحتفالات رسمية مضت مواكبة الزخم الجماهيري الكبير. عبرت شعلة الثورة من مأرب إلى تعز وعدن، وأقيمت العروض العسكرية في أكثر من محافظة. صورة بالغة عن الجمهورية والحرية اللتين أصبحتا مطلبا جمعيا بعد أن أدرك الجميع ضرورة التحرر من الاستبداد الإمامي قديمه وحاضره. لكن ماذا بعد العروض العسكرية والأغاني الوطنية؟ تساءل الكثيرون، هل سيتحول هذا الزخم السبتمبري إلى مشروع عملي يترجم الذكرى إلى فعل تحرري على الأرض، لا سيما والحرب على أشدها بين أبناء سبتمبر وأعدائه؟ معركة اليوم بين الجمهوريين والإماميين تعيش انحرافا عن مسارها الذي بدأه اليمنيون كمشروع مقاومة، والذي تشكل غداة الانقلاب قبل أن يتطور إلى اصطفاف وطني وتدخل إقليمي. موقع القوى السياسية من هذا المشهد بدا خافتا، وربما اكتفى بمتابعة مجريات الأحداث على هامش القرار. أنزاحت تلك الكيانات من قوى فاعلة على الأرض ميدانيا وسياسيا إلى كيانات صورية يعيش قاداتها أشبه بحالة البطالة السياسية، بطالة دفعت ببعض قياداتها إلى تراشق الاتهامات بشأن مسؤولية الوضع الذي وصل إليه البلد. وكأن الانقلاب قد سقط والأرض قد تحررت، ولم يتبقى سوى تحديد أصابع المسؤولية التاريخية. مشهد بات موضع انتقاد حاد وتندر من تيار الشباب المنضوي في إطار الأحزاب السياسية ذاتها، فضلا عن شباب فبراير وعموما المتابعين. التاريخ يعيد نفسه إذن، فالصراع الداخلي بين القوى الجمهورية إبان ثورة سبتمبر، والذي أدى إلى إضعاف الجبهة الجمهورية في مواجهة الإماميين، يتكرر اليوم وإن بشكل آخر. فجبهة الشرعية اليوم ليست بحجم المعركة ولا بالتماسك الذي تحتاجه المرحلة. الانقلاب يدخل سنته الرابعة، والشرعية برئيسها وأحزابها والتحالف العربي من خلفهم لم يحققوا إنجازا كبيرا. فآخر إنجاز استراتيجي كان تحرير المحافظات الجنوبية قبل أكثر من عامين. بعده عمد التحالف إلى تمكين نفوذه في المحافظات الجنوبية وخوض صراعات داخلية ليس لها علاقة بجوهر المعركة ضد الانقلاب. ويبقى السؤال المفتوح، إلى متى سيظل معسكر الشرعية والتحالف دون بوصلة؟ إذن أستاذ نبيل، يعني بعد أن تابعنا الوهج الشعبي والزخم الجماهيري لاحتفالات 26 من سبتمبر أفرادا ومؤسسات واحتفالات رسمية أيضا، ربما التساؤل المنطقي الذي يطرح نفسه، ماذا بعد؟ حقيقة في بداية الأمر أنا باعتقادي هذا هو الاحتفال الأول منذ 55 عام، الاحتفال الذي يحتفي الشعب بثورته بنفسه دون نيابة من أحد أن يقوم بهذا الاحتفال. كان احتفال سبتمبر طوال الفترات الماضية وخاصة في فترات
حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان احتفاء ممسوخا ومشوها، واحتفاء يريد يكرس من خلاله النظام الحاكم حينها شرعية مزيفة يلصقها بثورة 23 سبتمبر. أنا باعتقادي هذه المرة أو هذا الاحتفائية والاحتفائية العام الماضية هي الاحتفائيات اليمنية الأكثر صدقا وتعبيرا عن عمق وعظمة هذه الثورة. الاختلاف في المشهد أنه هذه الثورة أتت هذه المرة بصورة أكثر تعبيرا عن انعكاسات أو عن الأسباب الباعثة لمثل هذه الثورة، وهي الإمامة. الإمامة اليوم التي تتحكم بجزء كبير من الوطن وتتحكم بمصير كتلة سكانية كبيرة تمتد في مناطق سيطرتها، وأيضا شظايا مثل هذا الانقلاب التي أصابت كل اليمنيين في مختلف المدن اليمنية. رأى اليمنيون كيف يقتلون بسلاح جيشهم، رأى اليمنيون كيف يبيتون جوعا دون مرتبات، ورأى اليمنيون أيضا كيف حاصرهم العالم وأصبحوا في عزلة عن وبلا أي أمان لهم في هذه المرحلة خلال عامين وأكثر من عامين ونصف من الحرب. وبالتالي كانت هذه الثورة هي التجلي الأوضح والأسمى والأعظم في حياة اليمنيين التي أنقذت أجدادهم وأبائهم من مثل هذا الكابوس الذي يقثم أو الذي قثم على صدور اليمنيين منذ انقلاب 21 من سبتمبر 2014 المشؤوم. أنا باعتقادي هذا التجلي، هذا الاحتفاء، هذه التشاركية الشعبية العظيمة التي عبرت عن نفسها ليس فقط على مستوى الداخل اليمني، أيضا على مستوى الجاليات اليمنية المنتشرة في عموم العالم التي احتفت لأول مرة بهذا الشكل وبهذا الزخم. لكن كما قلت الإشكالية تكمن ليس اليوم أنه يعني هذا العمق الشعبي، هذا العمق الجماهيري لهذه الثورة هو شيء الطبيعي والمطلوب. الكارثة اليوم أنه هاي الاحتفائية لم يكن هناك في موقع القرار من يلتقط هذا الزخم الكبير، من يترجم هذه الأشواق، هذه الطموحات، هذه الفرحة ويحولها إلى مشروع. كيف كان تكريسي يمكن التقاطها نعم كيف يمكن التقاط هذه الفرحة؟ أنا باعتقادي مسألة التقاط هذا الزخم الثوري وهذه الاحتفائية الجماهيرية هو بأن تلتقط ضرورة هذه اللحظة وأهميتها واستراتيجيتها في استمداد شرعية العمل السياسي وشرعية الإنجاز السياسي وشرعية التضحية والجهاد والبذل والتضحية التي ضحى بها اليمنيون في هذه اللحظة للعمل من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. أنا باعتقادي مثل هذه اللحظة التي يعني العالم ينظر أو حتى نحن كيمنيين ننظر إلى حجم المعاناة التي طحنت اليمنيين في الداخل تحديداً والتي أرهقتهم بمواجهة شظف العيش ومواجهة كل أصناف الويلات من حرب وتقتيل وأوبئة وكوارث لا حصر لها، ومع ذلك يخرج اليمني كالعنقاء يرفع رأسه يواجهه كل هذه الويلات بكبرياء وشموخ محتفيا بثورة الآباء والأجداد، ثورة الألف عام. أنا باعتقادي مثل هذا الشعب العظيم لا ينقصه سوى قيادة حقيقية، قيادة تترجم هذا الشموخ، هذه الكبرياء، هذه الصبر والجلد عند اليمنيين الذين تحملوا هذه كل هذا الحرب وكل هذا الدمار وكل هذه الكوارث التي حلت بهم ويذهبون للاحتفاء بثورة مختطفة. حتى الآن نحن أمام لحظة تاريخية فارقة تتطلب وجود قادة حقيقيين، قادة يستمدون قيادتهم من هذه الروح المتوهجة لدى الناس المضحية التي قدمت وستقدم وحتى تنتصر. أنا باعتقادي اليوم ما ينقص اليمنيين هو وجود قيادة حقيقية، قيادة تمد قيادتها أو تستمد قيادتها وتستمد كاريزماتها من هذا الشعب، من هذا التجلي الأبرز. كلما وجدت قيادة، لكن أستاذ نبيل يعني هناك من يختطف هذه القيادة، يختطف مشروعها أيضا، هناك من يظهر أيضا لإضعاف هذه القيادة. يعني كلما مثلا فرحنا باسم معين أو بقائد معين نجد أن هناك من يحول مسار هذه القيادة. يعني فبالتالي هل تظن أننا فقط بحاجة إلى قيادة، أم أيضا أن هذا الزخم الجماهيري الذي ترجم بهذه الاحتفالات يركض تماما من ذات نفسه مجرد أن تنتهي الفعالية، وكأن يعني هناك فقط منبه لفترة زمنية محددة احتفلوا بسبتمبر من 21 أو من 20 إلى
26 وعودوا يعني أينما كنتم. يعني لما لا يترجم هذا الزخم من الشارع نفسه؟ يعني لماذا ننتظر أن يأتينا المخلص من الخارج؟ الإشكالية في التاريخ اليمني إنه يعني إشكالية القيادة في اليمن هي إشكالية عميقة، بمعنى آخر إنه الصراعات التي تمت على فترات تاريخية متطاولة كانت لا تحسم إلا بوجود قائد وطني. هذا القائد الوطني هو القائد المخلص دائما في الحالة اليمنية. المجتمع اليمني، حتى نكون واضحين، المجتمع اليمني مجتمع أبوي بدرجة رئيسية، بمعنى إنه الثقافة الأبوية لا تزال حاضرة، وهي ثقافة القائد الكبير الزعيم الشيخ الذي يضم الجهود ويلمها في اتجاه تحقيق الهدف. أنا باعتقادي هذه الثقافة لا زالت سارية ومتجذرة في كثير من المشاهد، حتى النخب الذين نظنهم أنهم وصلوا إلى مرحلة النضج الثقافي لا زالوا أيضا مأسورين لمثل هذه الظاهرة. يعني على سبيل المثال، هناك قادات سياسيين وحزبيين لهم أشياع ولهم أنصار في الأوساط الثقافية ويدافعون عنهم ويقدسون حتى أخطائهم. هذه يعني ظاهرة غريبة جدا أن توجد في وسط ثقافي ونخبة ثقافية، إنه يتحول حتى أخطاء القائد السياسي الفلاني أو العلاني إلى يعني ظاهرة للدفاع عنها. يعني هذه إشكالية إذا كانت هذه في النخبة، فكيفها في المستوى العام، على مستوى القواعد العامة في أوساط المجتمع وسواد الناس؟ وبالتالي أنا باعتقادي إنه اليوم مسألة البحث عن قيادة، أنا باعتقادي اليمن ليست عقيمة بالقيادات. اليمن ليست عقيمة بالقيادات. اليمن خلال هذه المرحلة سنتين ونصف كم شاهدنا من القيادات التي نزلت إلى الميدان وقادت الجماهير وحققت انتصارات وقدمت نفسها قربانا. قيادات كثيرة ممكن أعد لكنابل بالعشرات الذين ظهروا لم يكن أحد يعرف عنهم شيء خلال ما قبل الانقلاب، يعني بتلك الصورة المشرقة الوطنية التي رسموها خلال نضالهم على امتداد العامين والنصف من هذا الانقلاب. قيادات قدمت صور جلية واضحة لحقيقة اليمني وقدرته على المواجهة وقدرته على القيادة وقدرته. الإشكالية الكبيرة اليوم أنه جزء جدا من المشروع الوطني يتعثر بين مسارين. المسار الأول هو الصراعات الأيديولوجية الغبية والجامدة والمتكلسة التي ظلت تتحكم بمسار العملية السياسية في اليمن منذ سبعينات القرن الماضي إلى هذه اللحظة. تلك الصراعات الغبية الأيديولوجية التي عفى عليها الزمن، وهي صراعات تستجر صراعات الماضي وصراعات رفاق الزمن الغابر وصراعات الأيديولوجية، سواء في الجانب اليساري أو في الجانب الإسلامي أو حتى في الصف القومي. هذه الصراعات هي اليوم التي تغذت على 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 احتدامها الإمامة، وعادت في غفلة من هذه الصراعات أو على غفلة من يخوضون هذه الصراعات، واستعادت سيطرتها وانقضاضها على جمهورية اليمنيين الذين ناضلوا من أجلها طويلا. لا. أنا باعتقادي المسار الثاني أيضا، وحتى لا نغفل هذا الجانب، هو مسألة أنه ارتهان القرار السياسي للمشهد الإقليمي والجوار الإقليمي. أنا باعتقادي هذه أيضا مسار يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى شجاعة حقيقية. أنا بالأمس قرأت وثيقة تاريخية، هي وثيقة من تقريبا عمرها 50 أو أقل من 50 سنة، من أيام الصراع الملكي الجمهوري حينما ذهبت الحكومة اليمنية إلى القاهرة وتم سجنها النعمان ورفاقه لأحد القادة اليمنيين، وهو يخاطب جمال عبد الناصر ويخاطب السادات ويقول لهم نحن سلمنا لكم القيادة ليس لأن تحكموا بدلنا أو ليس لأن تتحكموا برقابنا، ونحن سلمنا لكم القيادة بحكم أنكم من بقى في وساند الصف الجمهوري وساند القوى الجمهورية من أجل التخلص من الإمامة وليس من أجل أن تحلوا بدلنا. أنا باعتقادي مثل هذا الصوت الذي نحن بحاجة اليوم لأن يقف أمام هذه الركود الموجود في الحالة السياسية في اليمن. نعم، اسمح لي أستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ علي السراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا بك أستاذ علي. يعني اتجهت أنظار الناس نحو سبتمبر، نحو الاحتفالات التي أقامتها الجماهير. يعني هذا الاحتفاء الكبير الذي يقيم ببهجة وفرح وحب أيضا، هناك من يتساءل هل كان مجرد يعني الاحتفاء به مجرد أغاني وأهازيج وينتهي الأمر إلى هنا؟ لا طبعا، السنة هذه التي جرت فيها هذه الاحتفالات، هذه الاحتفالات في الواقع
هي شيء مختلف تماما عن كل الاحتفالات في السنوات الماضية. نحن هذا العام احتفلنا ب 26 سبتمبر في إطار مقاومة حقيقية للمشروع الملكي الإمامي القبلي المتخلف من أجل الجمهورية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل التقدم. هذه المرة نحن نحتفل ب 26 سبتمبر، وكل القيم والأهداف التي حملتها سبتمبر ماثلة في أذهاننا. نحن نحتفل ليس من قبيل إسقاط واجب معين إزاء مناسبة وطنية، وإنما نحتفل لأننا نجد أنفسنا أقرب من أي وقت مضى للتمسك أو لتمثل أهداف وقيم ثورة 26 سبتمبر. نظام علي عبد الله صالح حقيقة هو جعل مناسبة 26 سبتمبر مناسبة خالية من أي مضمون ومن أي معنى، حولها إلى شيء لا يمكن أن يعني شيء بلا قيمة بلا تأثير، شيء خالي من أي دلالة. نحن الآن نحتفل ودلالات 26 سبتمبر واضحة. نحن الآن فعلا من خلال ثورة 26 سبتمبر نعم، لكن نرتبط بالمستقبل بشكل أوثق. نعم، لكن أستاذ علي، يعني السنوات الثلاثة الماضية يعني من بعد الانقلاب ربما تحدثنا نفس هذا الحديث، الاحتفال يختلف، ربما 21 سبتمبر علمنا ما الذي يعني 26 سبتمبر، هذا الانقلاب الذي أعاد الإمامة فهمنا مساوئ هذه الإمامة، ولكن كل هذا الكلام الذي نسمعه والذي نردده والاحتفاءات التي تتم في يعني ب 26 سبتمبر بعدها لا يحدث شيء. يعني هناك من يتساءل، يعني كل هذا الزخم الجماهيري وكل هذا العطاء وكل هذا الحب الذي ظهر في أوساط الشباب لسبتمبر، لما لا يترجم كمشروع سياسي حقيقي ينهض ربما تحتاجه اليمن الآن يعني أكثر من أي وقت مضى؟ هذا سيحدث بالضرورة كما قلت، لأننا نحتفل هذه المرة وقيم الثورة واضحة في أذهاننا، ونحن على استعداد كامل لأن نستعيد يعني معنى الثورة ودلالاتها. فالمشروع السياسي الذي يرتبط بالجمهورية ويرتبط بالديمقراطية ويرتبط بالتقدم ويرتبط بقضايا تجاوز التخلف كلها الآن حاضرة في أذهان الشعب اليمني. هو الآن يحتفل لأن خطر العودة إلى الماضي الإمامي الرجعي صار واضحا لديه، ولهذا صار الشعب اليمني يعطي مضمون معين ل 26 سبتمبر. لم تعد 26 سبتمبر مجرد حدث سقط فيها الإمام أو خرج أو هرب فيها الإمام، لا، هي الآن تعني سقوط مشروع الإمامة وسقوط هذا النمط من الرجعية ومن العلاقات المتخلفة ومن القيم القديمة التي سادت مجتمعنا والتي يحاول التحالف الحاكم في يحاول تحالف الانقلاب أن يعيدها مرة أخرى. علي عبد الله صالح الآن يحاول أن يزايد ب 26 سبتمبر بعد أن خانها وسلم الجمهورية للملكيين، وبعد أن فتح صنعاء ورحب بالملكيين وبالإماميين، الآن يحاول أن يقول بأنه جمهوري. هذا الوغد لم يكن جمهوريا في أي يوم من الأيام. نعم. هو على الدوام كان وظل وسيبقى شاووش الإمام الذي عمل في خدمة الإمام، الآن عبد الملك الحوثي وتابعه علي عبد الله صالح، أو علي عبد الله صالح وسيده عبد الملك الحوثي. نعم، إذا أستاذ علي، يعني هناك ما يسمى عند البعض بصراع في الجبهة الداخلية للشرعية، يعني تبادل الاتهامات حول من تواطأ مع الانقلاب، من سلم الدولة، من فرط بالدولة، يعني كل هذه التهم التي توجه لصدور بعض
في جبهة واحدة؟ يعني هل وصل الحال بالقيادة السياسية أن يعني تجد فسحة من الوقت لتبادل الاتهامات بينها البين، عوضا عن تبذل جهود حقيقية لإعادة دور الأحزاب، لإعادة دور القيادات أو يعني الحامل السياسي الحقيقي الذي يفترض أن يكون في هذه المرحلة؟ الواقع يعني أن أي طرف يحاول أن يدعي بأنه هو الجمهوري الوحيد أو بأنه هو الممثل لهذا الشعب يقع في خطأ حقيقي. مثل هذا الادعاء هو ينتمي إلى الماضي، ينتمي إلى نفس القوى التي سادت في الفترة الماضية وحاولت أن تصادر صادرة الثورة وصادرة الجمهورية وصادرة الوحدة وصادرة الديمقراطية تحت نفس المزاعم الكاذبة الفاضية أنهم يمثلون الشعب ويمثلون الثورة. الواقع أن هذه الثورة ينبغي أن تمثلها الشعب اليمني، وليس من حق أحد أن يدعي الوصاية عليها أو احتجاجها. ونحن جميعا شركاء، طالما نحن في الماضي ناضلنا من أجل سبتمبر وحملنا السلاح دفاعا عنها، ولا زلنا أيضا في جبهة النضال من أجل استعادة سبتمبر واستعادة الدولة السبتمبرية الجمهورية، فنحن جمهوريون وثوريون وسبتمبريون، وأي طرف يدعي بأنه هو الأفضل أو هو الممثل النموذجي لثورة 26 سبتمبر هو يكذب، هو ربما يكون أول المتخلين عن قيم الثورة. نعم أخيرا، من حيث المشروع السياسي أنا أعتقد أن القوى السياسية مدعوة الآن لأن تأخذ موقف جدي، لأن تأخذ موقف جدي وأن تعطي للثورة معنى حقيقي، مضمون تاريخي، مضمون تقدمي. أي ادعاء يقول بأن الثورة هي مجرد سقوط للطغيان وكفى، هذا يدعونا إلى أن نقبل بطغيان مرة أخرى. لا، نقول أن الثورة هي سقوط للطغيان وهي تشييد لنظام عادل، نظام مساواة ونظام عدالة ونظام تقدم ونظام قائم على القيم الإنسانية المعاصرة. أي ادعاء غير ذلك هو لا ينتمي في الواقع إلى قيم الثورة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ نبيل تعقيبا على حديث الأستاذ علي في مسألة يعني الاستفافات والمناكفات السياسية على مستوى القيادات والقواعد الحزبية أيضا المنتمية للشرعية، كيف تعلق على ما يحدث؟ لا شك أنه مثل هذه التجربة أو مثل هذه الظاهرة أنا باعتقادي هي ظاهرة مرضية ضربت تصف الشرعية وضربت أيضا المشروع الوطني في مقتل، لأنه كل المعارك التي حدثت على هامش هذا الصراع العبثي كانت نتائجها كارثية. يعني معركة 21 سبتمبر وسقوط جمهورية اليمنيين التي ناضلوا من أجلها طويلا هي سقطت على في هامش صراعات إيديولوجية غبية وصراعات سياسية ما كان لها أو ما كان الإمامة أن تعود لولا هذا الصراع. نحن نتذكر جيدا، لازال ذاكرة طرية من صراعات 2012 و2013 و2014 التي على إثرها دخلت الإمامة وصادرت جمهورية اليمنيين وطردت هذه النخب السياسية ومن ودعت جزء منها في السجون وجزء فيها في المنافي وجزء منها تصالحت مع الواقع الموجود وفرضت المفروض عليها من قبل الميليشيات وعاشت تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء. نحن أمام ظاهرة مرضية في أوساط النخبة اليمنية، ظاهرة تكاد تكون هي السبب الرئيسي والجوهري والمباشر للفشل الكبير لمشروع 26 سبتمبر. ليس على مستوى يعني هذه اللحظة أنا باعتقادي، لكن الأكثر إبرازاً والأكثر بروزاً لهذا الصراع هو هذا الجيل أو هذه اللحظة السياسية، وهو صراع سياسات أو النخب السياسية التي تشكلت من بعد مايو 90 وحتى الآن، هذا الصراع الذي أدى إلى كل هذه الضياع وكل هذا التشرد الذي تغذت منه المشاريع الصغيرة سواء على مستوى الإمامة أو على مستوى مشاريع الانفصال في الجنوب. أنا باعتقادي هذه الصراعات تعطيرها لن يكون إلا من خلال الاعتراف الحقيقي ومواجهة هذه الكوارث الحقيقية الكوارث الكبيرة بكل مصداقية، إنه كل طرف ساهم في وجود هذه الظاهرة أو كل طرف مشترك في هذا الصراع ومشترك في مآلات وصول الحالة اليمنيين لهذا الى هذا التردي.
كل الأحزاب وكل القوى السياسية التي كانت حاضرة في المشهد السياسي عقب سقوط صنعاء كانت ساهمت بطريقة أو بأخرى بوصول اليمن إلى هذا الوضع، وبالتالي على هؤلاء الناس أو على هؤلاء النخب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية بكل شجاعة واقتدار، وأن تعلن أين أخطأت وأين أصابت. نحن أمام حالة استمرار اقترار مثل هذه الصراعات اليوم أيضا، ونحن في معركة مصيرية، معركة وجودية من أجل اليمنيين ومن أجل هذه المنطقة المهمة من العالم ومن أجل كرامة وحياة اليمنيين أيضا، وبالتالي يجب أن نتجاوز مثل هذه الخطابات الخطابات الكارثية والمدمرة التي تصنع بنا كل هذا الشتات، وأن نصغى إلى صوت العقل الآن وصوت المنطق وصوت الضرورة والحتمية التي تفرضها هذه اللحظة. إن هناك إمامة قاثمة وعادت إمامة بعد 50 عاما وتريد أن تسلب اليمنيين دولتهم ونضالهم وجمهوريتهم وحريتهم وكرامتهم، وبالتالي أنا باعتقادي من يصطنع الإشكاليات اليوم ومن يدخل في قاموس ودوامة هذه الخلافات الصغيرة فهو يسهم بشكل أو بآخر في تثبيت مداميك الإمامة ويدعم وجودها ومشروعها السياسي. دعني أناقشك حول هذا التأثير أستاذ نبيل، ولكن اسمح لي أنت أستاذ المشاهدين أذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، جديد ترحيبي بك أستاذ نبيل. كنا نتحدث عن الصراعات بين الأحزاب. أستاذ نبيل، أود أن أسألك ما تأثير كل هذه البلبلة التي تحدث خاصة بعد يعني زخم 26 سبتمبر وانتظار الناس لمحرك حقيقي للوقوف بشكل جدي أمام المشروع الإمامي، ما مدى تأثير كل ما يحدث على المشروع الوطني؟ لا شك أنه مثل هذه الصراعات هي تصب في صالح عودة المشروع الإمامي وتمكن المشروع الإمامي من الاستمرار. أنا باعتقادي اليوم حينما يعني عاصمة اليمنيين تحت سلطة الاحتلال ونحن نتصارع على أوهام الماضي ونتصارع على قضايا جزئية ربما ليست حتى في صميم المشروع الوطني، الخلافات الحزبية دائما هي خلافات صراع مصالح ونفوذ ومطامح شخصية بدرجة رئيسية، وأيضا حتى ليس لها يعني أحيانا مثل هذه المصالح التي يتم الصراع عليها أحيانا ليست حتى لا تصب في صالح هذه الأحزاب بقدر ما تصب في صالح الأفراد الذين في هذه المواقع التي يسيطرون بها على هذه الأحزاب. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الإسهام في تعزيز هذه الإشكاليات كالصراع الموجود مثلا اليوم الحزبي في تعز، أو الموجود أيضا هذا الصراع الموجود أيضا بعض في وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط النخب السياسية والاجتماعية، هذه الصراعات هي في الأخير تعمل على تفتيت رؤية المشروع الوطني وتعمل على تفتيت الشرعية من الداخل وتعمل على تخليق أجندات وتخليق أيضا قوى متصارعة في أوساط الشرعية، وحينها أيضا نأتي إلى شرعية لنرى في شرعية أجنحة تتصارع مع بعضها وليس هذه شرعية فريق واحد يعمل من أجل قضية مصيرية وجودية في نفس الوقت. يعني نحن أمام كارثة حقيقية، إنه إن لم يتم إيقاف مثل هذا النزيف أو مثل هذا الإسفاف في هذا الصراع أنا باعتقادي أنه ستطول معركة العودة إلى الوطن وسيكون الثمن باهظا. ربما اليوم نحن صحيح يعني خلال عامين تحقق الكثير من الإنجاز على مستوى استعادة الأجزاء من الوطن، لكن أنا باعتقادي أنه يعني الانقلاب سقط، أنا أقولها دائما الانقلاب سقط لكن الشرعية لم تعود، وهذه الكارثة الكبيرة اليوم أنه عدم عودة الشرعية أيضا. نحن يعني نعيش بين البين، يعني لا نحن نعيش حالة وجود الدولة ولا حالة كارثية بكل ما تحمل كلمة، والذي يدفع ضريبة مثل هذه الحالة هو المواطن البسيط، أما هذه النخب السياسية هي مرتبة أمورها في عواصم العالم وتستلم مرتباتها بالدولار وأولادها في أرقى الجامعات وأيضا يتقاسمون المناصب سواء على مستوى يعني الشرعية أو على مستوى الانقلاب، وبالتالي المواطن البسيط 25 مليون يمني هم الذين يدفعون ضريبة هذا الانهيار الأخلاقي الذي نصاب به من خلال النخب السياسية الحاكمة. أنا بعتقد طيب يعني
أستاذ، ربما يعول الكثير على شباب فبراير، يعني ربما الذي لديه روح متجددة، لديه حس وطني أيضا عالي، برأيك يعني هل الدور الآن عمليا على شباب فبراير؟ ما هو المطلوب منهم؟ لكي أكون منصفا في هذه المرحلة يجب أن أقول أن شباب فبراير فشلوا. لا يمكن توصيف تجربة بذلك الزخم وبتلك المدنية وبتلك السلمية وبتلك العظمة التي قاد بها ثوار فبراير تلك الثورة العظيمة السلمية، وقدموا قرابين التضحية وقدموا الكثير من التضحيات في هذه الثورة، إلا أن هذا المشروع، إلا أن هؤلاء الشباب فشلوا في تكوين حامل سياسي لأهداف وطموحات وتطلعات تلك الثورة. للأسف أقولها، شباب فبراير وأنا منهم فشلنا في أن نحقق أو أن نضع يعني أولى الخطوات في طريق المشروع الوطني. لكن أستاذ، وبالتالي يعني حتى يعني لآخر لحظة، حتى لما يتحدثون عن فشل أو ثورة سرقت كما يقال، يرمون بالأمر على أيضا القيادات السياسية ذاتها. تعرفين أنه يعني ما بعد 11 فبراير هو ما غير ما قبل 11 فبراير، بمعنى آخر أنه يفترض أنه ثورة 11 فبراير فرزت نخبة سياسية جديدة. هذه النخبة السياسية الجديدة هي التي صنعت في ساحات الثورة، هي التي تخلقت في هذه الساحات، هي التي تربت على قيم الوطن والثورة والإيثار والتضحية والفداء هذه الثورة. وبالمناسبة أيضا أقولها أن معظم الذين اليوم يقاتلون في صفوف الجيش الوطني، في صفوف المقاومة الشعبية، والذين قاتلوا بكل هذه البسالة وانتصروا في كثير من هذه المعارك، هؤلاء هم أيضا زبدة شباب فبراير، هم الذين خرجوا في ساحة فبراير وتظاهروا واعتصموا وقدموا التضحيات تلو التضحيات. لكن للأسف أن هؤلاء الذين اليوم يقاتلون في صفوف الثورة وعادوا أيضا إلى مواجهة المشروع الإمامي الذي ثرنا ضده طويلا، أنه هؤلاء ليس لهم قيادة سياسية. للأسف أنه أكبر خطأ استراتيجي، وقلته أنا في 2011، أنه الصراع الموجود أيضا في كواليس المشهد في ثورة فبراير لم يكن أيضا صراعا بين الثوار فبراير والنظام المخلوع بين الأحزاب، كان صراعا أيضا بين قوى قديمة شائخة مرتهنة بمصالح وفتات مع النظام السابق، وشباب خالي من العقد، شباب ليس له مصلحة إلا مشروع وطني يناضل من أجله. وبالتالي كان جزء من الاهتراء التي حصلت، جزء من الكارثة التي حصلت، أنه راحت كهول السياسة في المشهد اليمني لتوقع ما سميت بالمبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية التي تم بموجبها وقف عجلة التغيير في اليمن، والتي أوصلتنا إلى مرحلة الانقلاب. وبالتالي اليوم أيضا أنا باعتقادي أنه درس 11 فبراير أو درس ثورة فبراير وشباب فبراير لم يستوعبوا الدرس حتى الآن، لازالوا حتى هذه اللحظة بعد الانقلاب، بعد كل هذه التضحيات التي تقدم يوميا، لم نعد درس جيدا. نحن فشلنا في تكوين حامل سياسي لثورة فبراير، فشلنا في أن نكون طرفا فاعلا في المشهد السياسي. اليوم مخبرين وشوية عساكر كانوا في الأمن القومي يتحولون إلى أرقام صعبة في المعادلة السياسية، ويجتمعون بمبعوثي الدولي والسفراء الدول الكبرى، فيما شباب الثورة جزء منهم ذهب في زفة الشرعية واعتلى منصب وسكت عن كل شيء، وجزء منهم منفي في العواصم لا يستطيع أن يفعل شيئا، وجزء منهم في الداخل يناضل ويقاتل ويضحي ويجرح ولا يستطيع أن يجد قيمة العلاج. نحن أمام كارثة حقيقية، وهذه الكارثة تكمن أيضا في عدم وجود نخبة تحول هذه الأفكار وتحول هذه المشاريع إلى مشروع عملي على الأرض موجود يناضل سياسيا وعسكريا وثقافيا في هذه المرحلة. نعم، إذن أستاذ نبيل دعانا ينضم معنا أيضا في حوارنا لهذا اليوم الأستاذ عدنان العديني، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح من الدمام. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور. أهلا بك. أستاذ عدنان، يعني يتساءل كثيرون ماذا بعد الاحتفالات السبتمبرية والزخم الثوري أيضا خلال الشهر الماضي، لما لم يستغل أو يستثمر هذا الوعي عسكريا وسياسيا أيضا في إحراز تقدم على الأرض على الأقل؟ يعني الجماهير دائما وعلى مدى 5 عقود كانت دائما تثبت أنها أكثر تقدما بالنسبة للوعي بأهمية سبتمبر. صنعنا الثورة لكننا لم نطعم دولتها،
المطلوب هو صناعة المؤسسات التي فعلا تعكس ثورة سبتمبر. سبتمبر في النهاية هي أسقطت نظام كان يتحكم به فرد وفي معزل عن الشعب، وكان يفترض أن تنشأ على إثر هذه الثورة نظام آخر، أن ينشأ نظاما آخر. هذا النظام هو يعكس إرادة الجماهير، بمعنى أنه نظام فيه سلطة يتم التداول فيها سلميا، المؤسسات العسكرية مفتوحة على كل الشعب، لا يوجد فيها احتكار، جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية مفتوحة على عموم الشعب، لا يوجد فيها احتكار لا فئوي ولا حزبي ولا مناطقي. هذا هو الذي يعكس، الذي يجعلنا نقول أن ثورة سبتمبر فعلا انعكست في مؤسسات الدولة. الآن نحن في وضع نواجه أعداء سبتمبر الحقيقيين، النسخة الحقيقية من الإمامة اللي هي الحوثية، اللي الإمامة المحدثة. وفي نفس الوقت نحن أيضا نخوض معركة إعادة بناء الدولة، يعني مهمتين اثنتين في آن واحد. مهمة إعادة بناء الدولة، المطلب الآن في مهمة إعادة بناء الدولة، يعني لا يتأخر إلى أن ننتهي من معركة مواجهة الانقلاب. يعني لا يمكن مثلا أن نقول أنه مؤسسات بناء الدولة يجب أن نؤخرها إلى أن ننتهي من مواجهة الانقلاب، لأن جزء من أراضي الجمهورية اليمنية محررة، وبالتالي هنا يفترض أنه عملية البناء تعكس فعلا أهداف سبتمبر وأكتوبر، بحيث أنه تنشأ مؤسسات وطنية فعلا، مؤسسات تنتمي للوطن، ليست محكومة بالمناطق. يعني ما مش مطلوب أنه تنشأ جيش في كل، إنشاء جيوش في كل محافظة، ولا يعكس سبتمبر. نعم، لكن يعكس ما قبل سبتمبر. هذه المهمة يفترض فعلا أنه تكون حاضرة في وعي السلطة. طبعا في بعض الأحيان نحتاج فعلا أن نناضل من أجل الشيء حتى عند الذين يؤمنون به. يعني أن نذكر الشرعية لا يعني أننا نقدح في الشرعية، لكن نقول لهم أنه هذا الأمر وهو الذي فعلا سيجعلنا جميعا في مأمن، سواء من حيث البناء المؤسسي للدولة أو من حيث مواجهة الانقلاب. بل أقول لا يمكن مواجهة الانقلاب، لأنه الانقلاب هذا اللي فكرة الإمامة هي ستعود إلا من نستطع فعلا أن نحرر أنفسنا، أن نحرر البناء الذي نصنعه من العيوب التي تعود منها فعلا الإمامة من جديد. يعني أي شكل من الأشكال التي قد نقره وهو فعلا لا يعكس الوطن كله، هو في النهاية كأننا نقول أننا لم نفعل شيء بالنسبة لسبتمبر. نعم. إذا أستاذ عدنان، يعني تابعنا خلال الأيام الماضية أيضا تراشقات إعلامية بين قيادات الأحزاب السياسية، وهناك من يتساءل ألا يفترض أن تتوحد هذه الجهود في محاربة الانقلاب وإسقاط وتوحيد الصفوف، يعني ثم التفرغ لإلقاء اللوم والعتب ومن يعني حول المسؤولية التاريخية وغيرها من تصفية الحسابات كما يقال؟ والله نحن في الإصلاح نعتقد أنه يعني نعتقد جازمين أن البلد تمر بأخطر مراحلها، وأنه ليس لنا دولة الآن، وأن المنافسة بين الأحزاب ستأتي في وقت لاحق يوم أن تكون الدولة الضامنة للعملية السياسية موجودة. أما والدولة غائبة فإن الأحزاب لن تجد ساحة لتتنافس فيها. وبالتالي ما دام أنه هناك معركة من أجل إعادة من الدولة، لتتوحد الجهود والطاقات وكل ما يمكن أن يخدم المعركة الوطنية، ونترك هذه الصراعات الجانبية والتي تذهب بطاقتنا نحو قضايا صغيرة. أنا أدعو وسبق كتبنا وناشدنا بأن نكف عن خوض صراعات جانبية، وأن نوحد جهودنا من أجل مواجهة الإمامة، ولا نشتغل ضد بعضنا في جبهة الشرعية. اليمن بحاجة لنا في 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 أخطر لحظاتها، بحاجة لكل جهد وطني، وهذا الأمر فعلا لا يخدم ولا نحبذه، بالعكس هو طبعا يضر المعركة الوطنية ويصب صالح الانقلاب. نحن الآن لا يوجد لدينا دولة، التنافس السياسي في ظل غياب الدولة منعدم، ولا يوجد له سوق ولا ساحة، لا يوجد سوق للسياسة حتى نستطيع أن نعمل كأحزاب سياسية. هذا الأمر سيأتي لاحقا. الآن نحن نشتغل كمواطنين، نعمل نناضل كمواطنين، يعني نحن لا نتنافس من أجل الوصول إلى الحكومة، وإنما الآن نبذل كل طاقتنا من أجل أن يصير الحكم متاحا لكل اليمنيين. نعم. هذا هو الذي نبحث عنه الآن. نعم.
شكرا جزيلا لك عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من الدمام. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني إذا لو عدنا إلى شباب فبراير الذي قلت بأنهم فشلوا في ثورتهم وفشلوا في تحديد ربما أولوياتهم، هل يمكن أن يعني من أوساط هؤلاء الشباب أن تظهر قيادات تشعر بالحس الوطني وتشعر بحاجة الوطن إليها؟ يعني هل نتوقع أن تتخلق منهم قيادة تعيد الدفة إلى يعني طريقها الصواب؟ للأسف إنه شباب فبراير يعني كقيادات موجودة، قيادات واعية ومثقفة وشابة ولديه القدرة أيضا على صناعة التحول. الإشكالية إنه يعني دائما نحن اليمنيين، أنا كما أقولها دائما، أنه يا إما في المستوى العام الاجتماعي العام هناك لازالت تسيطر ثقافة الأبوية والمشيخة في تشكيل وإعادة صياغة المجتمعات، وإما في على مستوى النخبة أيضا هناك نوع من الصنمية أحيانا التي تجعل، والكارثة أنها صنمية ليست مجتمعية أو صنمية اجتماعية، صنمية فردية، أنه كل واحد يرى نفسه قطبا في هذا الرحى. وبمعنى آخر أنه صراع الأضداد هذه هي أهم كارثة أصابت مشروع شباب فبراير بمقتل، أنه لازالت هناك فردية، يعني طغيان الحالة الفردية على شباب فبراير وعلى قيادات شباب فبراير. أنا باعتقادي هي كانت من أهم الإشكاليات التي أدت إلى أن سهولة استقطاب هذه القيادات الشابة وتحويلها، أيضا جزء منهم هؤلاء الشباب أيضا ينتمون حزبيا رغم أنهم تخلوا عن أحزابهم في فترة معينة وانتموا لهذه الثورة ومبادئها وأهدافها وأجبروا هذه الأحزاب للنزول والالتحاق بالثورة، إلى أنه بعد أن استتب الأمر نوعا ما ذهبوا إلى أحزابهم وتقاسموا معهم بعض المناصب البسيطة ونسوا ثورة فبراير، والبعض الآخر أيضا تحول إلى جزء أيضا تحول إلى بيدق من بيادق الانقلابيين، وجزء أيضا بعد ذلك ذهب إلى مشروعه الخاص. نحن أمام حالة من الشتات. أنا باعتقادي أنه حينما نتحدث عن الفشل لا نعني أنه الجو أو أن المسار أصبح معقدا وأسودا ولا يمكن الخروج من هذا النفق. أنا باعتقادي حينما نتحدث عن الفشل يجب أن نقول أنه فشلنا في المكان الفلاني وفي النقطة الفلانية حتى نعرف كيف نتجنب الوقوع في الفشل مرة أخرى. أنا باعتقادي هذه اللحظة التي تعيشها اليوم اليمن هي اللحظة الأكثر مناسبة اليوم لاستعادة مشروع فبراير، هذا المشروع الذي يجب أن يستمد أيضا جذوره وحضوره ونفسه وزخمه أيضا من ثورة سبتمبر، الثورة الأم التي أتت فبراير لاستكمال أهدافها. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم أنه حالة النضج الموجودة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسماء التي لمعت أيضا في مستوى خطابها ورقية ما تقدمه من 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 مشاركة على هذا المستوى الإعلامي في الفضاء المفتوح، أنا باعتقادي أنه بدأت تتخلق يعني بوادر لتيار فبراير العريض والشاب الذي اليوم ازداد إيمانا وقناعة بعظمة وأهمية ثورة 26 سبتمبر، وأنه لولا 26 سبتمبر لما كانت فبراير. وبالتالي أنا باعتقادي من 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 هذه المؤشرات يمكن اليوم البناء والعودة إلى مدامك المشروع الواحد وهو مشروع فبراير الذي أراد أن يجدد ثورة 26 سبتمبر. إذن أستاذ، يعني لو تحدثنا عن هناك خلافات في الصفوف الشرعية، وهناك أيضا كما يعني يسمى مرحلة توهان للتحالف وللشرعية أيضا، هناك من يقول أن الانقلاب الآن يعيش مرحلة استرخاء غير عادية، يعني لم يوجد أي حراك لا سياسي لا عسكري، المشهد بات يعني هادئ وكأنه الأمر الاعتيادي الذي يفترض أن يكون. لا شك أنه الانقلاب يعيش مرحلته الذهبية فيما يتعلق بحالة الاسترخاء كما توصفينه أنت. هم أدركوا أو وصلوا إلى مرحلة من الاسترخاء نتيجة لأنه يعني الصراع البيني الموجود بين قوى الثورة وقوى الشرعية هذا أحد المسارات التي تجعلهم يطمئنون أكثر إلى هذا الشتات، إنه الإمامة في اليمن دائما حينما يغيب أو تحضر الإمامة يغيب اليمنيون، وحينما يحضر اليمنيون تغيب الإمامة. وبالتالي اليوم هذا الشقاق وهذا الصراع وهذا الإشكاليات الموجودة في الصف الثوري وصف الشرعية هو يعطي نفس أكبر لتمدد واستطالة الإمامة وحكمها في هذه المرحلة.
الجانب الآخر وهو جانب خطير جدا أيضا، أنه ارتهان المشروع الوطني لإملاءات إقليمية، بمعنى آخر أنه ذوبان المشروع الوطني وذوبان الشرعية أيضا وراء التحالف العربي، بحيث أنه غابت ملامح الشرعية تماما وتحولت الشرعية إلى تابع لتحالف العربي وليس شريكا في هذه المعركة المصيرية. أنا باعتقادي هذا كان أكبر خطأ استراتيجي وقعت به الشرعية، ولا زالت اليوم تكرر نفس التجارب على امتداد سنتين ونصف. وكل الذين موجودين في الطاقم الاستشاري لرئيس الجمهورية أيضا وكل الذين مشاركين في حكومة الشرعية، أنا باعتقادي كلهم شركاء في التماهي مع هذا الوضع الذي أوصل اليمن إلى الحضيض. أنا باعتقادي أنه اليوم يعني أقل القليل أن يخرجوا ويقولوا للناس ماذا، ما الذي يجري؟ يعني حالة الركود هذه وحالة الجمود وشتات المشروع وذهاب جهد اليمنيين سدى في هذه المعارك التي تدور اليوم دون أفق. أنا باعتقادي أن هذه خيانة كبيرة لدماء اليمنيين وتضحياتهم وتفريطا بالمشروع الوطني الذي يقاتل اليمنيون اليوم من أجله. أنا باعتقادي لو كان هناك من يحترم نفسه في هذه النخبة السياسية الحاكمة اليوم ليخرج ليقول للناس ما الذي يجري، أما أن يتماهوا وراء قرار معين أو وراء رغبة التحالف العربي في أن تمضي الأمور بهذا الشكل. أنا باعتقادي ما هي المبررات مثلا على سبيل المثال في عدم عودة الشرعية إلى عدن وإدارة دفة الحكم من عدن، عودة إلى مارب، العودة إلى الداخل، ما الذي يوقيهم في الرياض؟ أدركنا الوقت أستاذ نبيل، وهذه تساؤلات مشروعة وبطبيعة الحال ناقشنا أكثر مرة ولكن للأسف لا نجد لها إجابة. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.